20 مارس 2011 هذا جوابي بلا جواب. سامحني باش ناخذ شويه من وقتك خويا اسمعني باش افرغ اللي في قلبي خويا تتبعني نحكي لك علي عشت ومش دراما هوليود نحكيها الحفر قبري قبل ما ياكني الدود كبرت في الكابيتال شارع لندرا الباساج في سلك الكره ومشرجي بالكوراج بالكوراج نلعب على السكور نلعب على المريول احمر واصفر جينيراسيون شكري طارق ومعلول الجمهور فرحان الشبوب تاع صوري في الجرايد واسمي على كل لسان غرني الشيطان وتوسط من بعيد شيخة الملوك مراد حب يزيد للا بيزاد العيان والتهمة نسبت ليا ضحى تختارني باش تتسكر القضية عدد 27-556 مدة الحكم باش تكهب على 30 هذاك الحال مكتوب في الطريق نترمال بالعوام وكلام الناس عرضي طاح في المال هذاك عقاب الرحلة هذا آخر الطريق منش باش نحكي عالتعذيب في التحقيق البرجولية 14 تخالص بالوافي البرجولية القلب تقطع بالحديد الحافي منحس روحي عايش كان وقت الطلوار نحب نرجع الوقت وما يصير اللي صار بين الظالم ومظلوم قضي على كل لون بين اللي عبر على رايه تفلوه في السيلون اللي يتمنى يحضر في التيم العزيز عليه اللي قطع روحه كل ما تذكر ماضيه المستقبل واضح مقطوعين من عالم تبنى عن الغلط ونحسب وربي الظالم حتى في شومبر سانك توالد ضيق ضيق كشمار كل نهار ما نجمش نفيق ارضى علينا يا رميمة رانا مظلمين نستناو في العفو يجينا من 76 ارضى علينا يا رميمة رانا مظلمين نستناو في العفو يجينا من 76 عقدت الشمع عشت ميت نايت اكسبريس امور مش هي فيزيك مون شلك حد البريس ننصح كولي جون باش تبعد على الادمان دومانا وغان ديما يوفى بالاحسان ثرت ليام البلاد ولات حرة تمنيت في الريفوليسيون نكون برا شفت الفور من عدالة طلب عمر جديد عدى وعياد بين حيوت وبيبان حديد ما تحلمش باش تمشي لبعيد كيما اسكوبار اخرت الكوك والشيب كان خيان الديار ثرت صغار بكيت كبار كثرت الجرام يونا مار يونا مار قلت نخلص على روحي مش على الناس الكل نحب نشوف الشمس نحب نعيش كالناس الكل باسمي باسم كل مربوط محكور طلب العفو هذا جوابي من نظور طلب العفو هذا شوابي من نظور هيثم عبيد.